عودة الميمونة. بعد غيدة دامت 30 سنة في بلاد المهجر، عاد الحاج الطيب ليستقر في قرية بضواحي بن ملال. الحاج الطيب رجل خفيف الظل في السبعينات من عمره، يلاقي أحفاده المقيمين ببلجيكا أثناء عودتهم إلى المغرب بحسن الحفاوة وبروح الدعابة. كم تستهويه اللمة العائلية وضحكات الأحفاد العفوية، وهو يسرد بعض مغامراته الطريفة ببلد الغربة. يقول الحاج الطيب في إحدى جلساته: تنقلت بين بلدان أوروبا الغربية لسنوات، واشتغلت راعيا للأغنام والأبقار وحتى منظفا للإسطبلات. قهقه الحفيد الأصغر وكأنه سمع نكتة. واصل الجد كلامه قائلا: ولما وطئت قدماي بلجيكا اشتغلت في المزارع ومواقع البناء وحتى المصانع. وبعد تسوية وضعية القانونية افتتحت مطعما للطبخ المغربي، وهي مقاولة صغيرة أدرت علي أموالا وفيرة بفضل هزيمتي ومساندة زوجتي لالة فطومة. ابتسمت النساء الحاضرات واستمتع الأحفاد بأحاديث الجد المشوقة، فروحه المرحة تضفي على كلماته بهجة. يتذكر الحاج كيف زرع الحماس في مهاجرين مغاربة بقوله: من الله علي برزق كريم بعد افتتاح مقاولتي والاستقطاب زبناء كثر ما كان علي سوى توسيع المطعم والبحث عن مهاجرين مغاربة لأشغلهم معي حتى أشجعهم على الحدو مثلي بإقامة مقاولات ذاتية. بش وجه الحاج ثم تم حديثه عن عودته إلى المغرب قائلا: عدت إلى المغرب وكل أمل في أن أساهم بالتطوير. قررت أن أفتح مقاولة تمكن شباب المنطقة من الاشتغال ومحاربة البطالة. وبما أن منطقة غنية بأشجار الزيتون، كانت الفكرة أن نقوم بجمع الزيتون وعصره وتصديره للخارج. كان الطلب مرتفعا على زيت الزيتون، وسرعان ما صرنا نشكل خلية تشتغل بحماس في البحث عن أجود الثمار. أدرنا عجلة الاقتصاد وساهمنا بالتعريف بمنتج مغربي على مستوى العالم. زين الله، خلنا نفس مقطوع.